أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسأل الله تعالى منزلة الصديقية؟ ما في مانع، لكن ما تكتفي بالدعاء، بل تأخذ صفات الصديقين. تلزم الصدق ولا تكذب، تلزم الصدق دائما ولا تكذب، هذا الصديق ما يحصل منه كذب أبدا، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما أنك تدعو أن الله يجعلك من الصديقين ولا تتصف بصفاتهم فهذا لا ينفعك شيئا. نعم.